من ميدان التحرير بدأت خطة تطوير منطقة قلب القاهرة أو ما يعرف بالقاهرة الخديوية، فمن الميدان النابض بالحياة إلى ميادين طلعت حرب ومصطفى كامل وحتى الأوبرا والعتبة، تخطط الحكومة المصرية لإعادة رونق منطقة وسط القاهرة وإظهار جمال الأبنية التاريخية والعمارات القديمة وإزالة البروز واللافتات وتوحيد شكل المحال التجارية. ومعي للحديث عن هذا الملف خبير التخطيط العمراني دكتور سعيد حسنين. مساء الخير دكتور سعيد. رغم تنوع وقدم العمارة في القاهرة، لكن الاهتمام دائما ما يكون بالقاهرة الخديوية، لماذا؟ أولا، هي القاهرة الخديوية ليها يمكن طابع أحدث شوية، لكن طبعا هو في الحقيقة بس حابب أن أنا أقول أن مش فقط بس القاهرة الخديوية هي اللي بيتم الاهتمام بيها، لكن يعني هو بيتم طبعا الاهتمام بالقاهرة التاريخية وفي بعض المناطق الكثيرة اللي هي بيتم حتى تطويرها في الوقت الحالي، لكن خلينا نقول ان القاهره الخديويه لها طابع عمراني مميز، وفي نفس الوقت هي حديثه تعتبر نسبيا وتشابه العديد من مدن العالم اللي هي المفروض قبله سياحيه للعديد من السياح او ملايين السياح، فبالتالي احنا فعلا عايزين نعيد القاهره الخديويه الى رونقها السابق في هذا الامر. نعم. طيب طيب ابقى معي دكتور سعيد. إذن خطط التطوير هذه والجهود المبذولة لتنفيذها تتطلب كما يرى خبراء تعاونا من الجميع للحفاظ على ما تم إنجازه بهدف إعادة رونق القاهرة وجمالها، فما هو رأي الشارع فيما يجري بقلب القاهرة وكيف هو الطريق للحفاظ على هذا التطوير واستمراره؟ مشروع حضاري ممتاز، وإن كانت الحكومة المصرية تبنته فتبنت مطلب جماهيري عند النخبة وعند الناس اللي هي بتحس بالملامح الجمالية الموجودة في القاهرة الخديوية. وعي الناس يتطابق مع مجهود الحكومة، ودي القضية الموجودة حاليا المفروض الحكومة تحلها على أساس ان الناس تشعر ان في شيء جمالي موجود لديهم في المجتمع المصري، ان القاهرة الخديوية دي تاريخ عظيم جدا من يمكن في منطقة الشرق الأوسط كلها، لان كان بالدليل على الحداثة اللي مصر تبنتها من القرن 19. لازم يحافظوا على المنطقه كلها، المنطقه هنا معظمها اثريه، فيها حاجات كويسه جدا، فيها حاجات جميله، فيها حاجات من التراث لازم يحافظوا عليها، يخلوا بالهم منها، يحافظوا على كل حاجه فيها، على شوارعها، على مبانيها، على كل حاجه. الاماكن اللي في وسط البلد عموما اماكن مهمه جدا اللي هم يهتموا بيها، ويبقى التطوير ده اصلا يعني يبقى كويس جدا اولا للسياحه، دي رقم واحد. تاني حاجه، احنا بنحافظ على المباني وعلى الشكل الحضاري اللي احنا خدنا عليه من زمان، علشان برضو يعني هي واجهه جميله عموما. يعني احنا حضرتك لو تنزل مثلا وسط البلد او بالتحديد طلعت حرب او قصر النيل ايا كان، الاماكن دي طبعا مهمه جدا اللي احنا نشوفها بشكلها جميل جدا. ده اكيد كويس كسياحه كمان، يعني كده كتطوير للسياحه ان هم يرمموا حاجات موجوده من زمان يعني قديمه، يحسنوا من شكلها، خلوها تبقى أحسن. عودة إلى دكتور سعيد حسنين. دكتور سعيد، ما هي المشروعات المطلوب تنفيذها بالتوازي لكي ينجح مشروع تطوير القاهرة الخديوية؟ وهل يستلزم ذلك إغلاق وسط القاهرة أمام السيارات؟ خليني بس الأول أوضح لحضرتك حاجة. إحنا دلوقتي حاليا في قلب القاهرة، اعتقد الدوله متجهه او يمكن حتى مجلس الوزراء متجه لانه هو يعمل حاجه اسمها المسار التراثي. المسار التراثي ده هو عباره عن ايه؟ هو مسار بيبدا بالمناطق التراثيه اللي هي بتبدا مثلا من القاهره التاريخيه لحد ما بنوصل تحت للفسطاط، ويمكن حتى لبعض مناطق في مصر قديمه، وده يمكن احنا كلنا شايفينه في تطوير مثلا سور مجرى العيون، عين الحياه، عين الصيره، وكمان المنطقه اللي هي التراثيه زي اللي فيها المتحفيه اللي هو متحف
الحضارة والعديد من المسارات اللي موجودة عندنا. فإذا احنا في الحقيقة ليس فقط بس القاهرة الخديوية هي اللي يتم الاهتمام بها، لكن الوقت الحالي في الحقيقة هو مشروع كامل متكامل بحيث ان هو يقدر يخلي القاهرة ترجع تاني كعاصمة سياحية وعاصمة تراثية وعاصمة الحضارة. انت عارف حضرتك ان موضوع نقل اللي هو مربع الوزارات وهيكون اصلا موجود في العاصمة الإدارية ده هيشيل منها بعض الأنشطة الإدارية اللي ممكن تكون موجودة، لكن طبعا لازم الزخم اللي موجود في قلب القاهرة ده يحول القاهرة إلى عاصمة التراث وعاصمة الحضارة، مش بس فقط لمصر لكن طبعا تكون يمكن للعرب كلهم ولأفريقيا كلها. حضرتك سألت ثاني على موضوع مسارات الإنشاء الإغلاق. موضوع إغلاق الأرزاق دي طبعا بناء على الدراسة المفروض ان ممكن برضه زي ما مر بهلر كده والتوفيقية ان هم يعملوا برضه مسارات للمشاة فقط، لكن الكلام ده بيستلزم اولا ان بيتم دراسة اذا كان في مواقع كافية لانتظار السيارات، وهل استخدام مركبات مثلا معينة من نوع معين في النقل العام بحيث تكون غير ملوثة لهذه المناطق، لان في الحقيقة اغلب السياح وحتى المواطنين لما بيروحوا هناك هم مش فقط بس بيروحوا عشان اعمالهم ولا اشغالهم ولا حتى عشان السكن، لا ده بيروحوا هناك عشان يقضوا وقت جميل هناك ووقت يعتبر ترفيهي بالنسبه لهم وحاجه بترجع روحهم لهذا الموضوع. فلازم يتم الاهتمام وفعلا بالفعل ان هو هيتم غلق مجموعه من الشوارع. اشكرك شكرا شكرا جزيلا وعفوا على المقاطعه لضيق الوقت. شكرا جزيلا خبير التخطيط العمراني الدكتور سعيد حسني، شكرا.